السلام عليكم حضرات، ان شاء الله النهارده هناخد تجارب العمليه الخاصه بشابتر دي سي بريدج، وهنتعرف او هناخد تجربه ازاي اقيس مقاومه مجهوله. ازاي اقيس مقاومه مجهوله باستخدام دي سي بريدج سيركت؟ طبعا ان انا بيبقى عندي بريدج عادي، المقاومه دي ار 1 دي ار 2 دي ار اكس دي ار متغير. ار 1 وار 2 معروفين طبعا وانا بحطهم، ار اكس مقاومه مجهوله، ار هي مقاومه متغيره عشان اعمل بالانس في البريدج اللي عندي. طبعا بين الطرف اللي فوق واللي تحت باخد البطاريه، بين الطرف A و B باخد عندي الفولتاميت، وانا عامل الدايره على السيركت ويزرد هنا اهي، ممكن تعملها في البيت عادي. هروح دلوقتي ان انا عايز اقيس المقاومه ار اكس الانون دي. طبعا ار 1 وار 2 بيبقى معلومين، ار بتبقى متغيره، ببتدي اغير في القيمه ار لغايه ما احصل 0 فولت على الفولتاميتر، لغايه ما احصل على 0 فولت على الفولتاميتر. تعال كده نشوف الاناليسز هنشتغل ازاي. اول حاجه الفي اوتبوت اللي هو بين طرفي الفولتميتر اللي هو بين A و B بيساوي هو في 7، طبعا عباره عن فولت نقطه A ناقص فولت نقطه B. فولت النقطه A عباره عن ان المقاومتين R1 وR المتغيره عندي توالي مع جهد مين؟ مع الجهد السبلاي اللي عندي. يبقى جهد الفي اوتبوت هو هيبقى جهد على المقاومه المتغيره في النقطه دي، يبقى E في قيمه المقاومه اللي هجيب عليها اسمها R على R زائد R1. طبعا ده جهد A، نيجي لجهد B عباره عن E في قيمه المقاومه اللي هجيب عليها اسمها Rx على Rx زائد R2، لان R2 وRx هيبقوا توالي في الحاله دي. طبعا عند البالانس عندي ان V output بيساوي 0. ال V output بتساوي 0، يبقى هنا المعادله اللي فوق دي هتساوي 0. طبعا قيمه البطاريه هنا اللي هي E هي عباره عن V input عندي. طبعا ال E هنا هتطير مع هتطير في المعادله، المعادله تساوي 0. هنا هيبقى القوس ده او الجزء ده بيساوي الجزء ده، هضرب طرفين متوسطين بالشكل ده، هفك القوسين هنلاقي هنا ار ار اكس ار اكس ار، يبقى الجزء ده هيطير مع الجزء ده، هيفضل عندنا الترم ده بيساوي الترم ده. ممكن اقول ار في ار 2 بيساوي ار اكس في ار 1، يبقى اطبق المعادله على الشكل هنا، يبقى هنا اقول ار 1 في ار اكس بيساوي ار 2 في ار، يعني كل مقاومتين متقابلتين بضربهم في بعض، يبقى ار 1 في ار اكس بيساوي ار 2 في ار. او ممكن اعيد كتابه المعادله بالشكل ده، ار على ار اكس بيساوي ار 1 على ار 2، يبقى هنا ار على ار اكس بيساوي ار 1 على ار 2. طيب عندنا ار اكس هي المقاومه المجهوله، بتساوي ايه من المعادله اللي فوق او دي؟ ار اكس بتساوي ار، يبقى ار اكس بتساوي ار في ار 2 على ار 1. من المعادله اللي فوق هنا ار اكس بتساوي ار في ار 2 على ار 1. طبعا عندي هنا لو انا فرضت ار 1 وار 2 قيم متساويه، يعني انا لو فرضت ار 1 وار 2 بنفس القيمه 1 كيلو 2 كيلو اي كان، هفرض ار 1 ب 1 كيلو وار 2 ب 1 كيلو، دي ار 2 1 كيلو، طبعا هعمل ايه؟ يبقى في النهاية هحصل إن دي 1 كيلو مع 1 كيلو طاروا مع بعض هيفضل ار اكس بيساوي ار. يبقى عند البالانس هقعد أغير في قيمة المقاومة المتغيرة دي لغاية ما أحصل على بالانس إن الفولت عندي بكام؟ بزيرو. مباشرة أنت مخلي ار 1 بتساوي ار 2 بيساوي 1 كيلو، يبقى عندها ار بتساوي ار اكس، يبقى قيمة المقاومة المتغيرة هتساوي قيمة المقاومة الأنون الغير معروف. طبعا في التجربة العملية أنا هفرض عندي ار اكس 4.7 كيلو، هفرض إن دي قيمتها وهي مش معروف، طبعا عشان اتاكد من التجربه عمليا هي اصلا ار اكس دي انون، طبعا انا هفرضها في التجربه 4.7 كيلو، فبالتالي قيمه ار المتغيره دي الرينج هيبقى من كام؟ من 0 ل 10 كيلو، من 0 ل 10 كيلو، والفي ام بتطلع طبعا عباره عن 12 فولت. تعال كده نشوف ازاي عمليا اقدر احسب ار اكس الانون عندي. طبعا بعد ما انا بحصل على البالانس باخد ار المتغير دي بره الدايره واقيسها، فلما اقيسها مباشره هيديني قيمه ار اكس. واحد يقول لي طب ما انا لو ار اكس انون ما اخد ار اكس مباشره واقيسها، لا ممكن تبقى ار اكس دي كابله في الارض، كيبل في الارض كده انا مش عارف اقيسه، فانا هعمل ايه؟ ما اعرفش قيمه مقاومته طبعا، فممكن استخدم ايه؟ البريدج دي او وستون بريدج دي سي. طب تعال نشوف الفيديو العملي دلوقتي. انا تجربه الدي سي بريدج هنا عشان اقيس مقاومه انون. المقاومه الانون عندي هي المقاومه دي، طبعا انا هعتبر نفسي ان انا مش شايف او مش عارف قيمتها. عندي مقاومه ار 1 1 كيلو، عندي مقاومه ار 2 1 كيلو، وعندنا كمان هحط مقاومه متغيره قبال المقاومه الانون دي، هقعد اغير فيها بحيث ان انا اقرا الفولت بين النقطتين ال A وال B، لما الفولت اللي عندي يوصل لزيرو اقعد اغير فيها لغايه ما يحصل بالانس عندي وان الفولت بين النقطتين دول يطلع زيرو. وبالتالي لو ما ار 1 1 كيلو ار 2 1 كيلو يبقى الاثنين بيساووا بعض، وبالتالي المقاومه المتغيره دي هطلعها بره الدايره واقيس قيمتها، لما اقيس قيمتها تطلع قيمه المقاومه الانون دي. طبعا انا هحط القيمه المتغيره عندي او المقاومه المتغيره على قدام الطرفين اللي قدام الكتابه دول، الطرفين اللي قدام الكتابه هوصلهم في الدايره اهو، تمام. وطبعا البريدج يعني زي ما قلنا الطرف اللي فوق ده هوصله ب 12 فولت هنا، ال 12 فولت اهي
وبوصلها هنا على الطرف اللي فوق، الطرف الثاني اللي تحت هنا، الطرف اللي تحت ده واصل بالجراوند. تمام. طبعا انا هجيب الفولتميتر عندي، هوضع اظبطه على وضع فولت، وهاخد الاحمر على الفولت والاسمر على الارضي، هبقى ظابطه على فولت دي سي هنا، واخد الطرفين بتوعه كده طرفين، احط الاحمر هنا اي مكان والاسمر هنا في النص كده، بقيس مين الفولت عندي. طبعا الفولت عندي هنا تقريبا طالع كام؟ سالب 47 ملي فولت، هقعد اغير فيها لغايه ما احصل على زيرو. زي ما انتم شايفين تقريبا القيمه ايه؟ تقريبا القيمه تقترب من الزيرو فولت، سالب 6.1 ملي فولت. وقتها حصل بالانس كده في مين؟ في البريدج. المفروض اطلع القيمه المتغيره دي، القيمه المتغيره دي، وافك طرفين الافو دول، افك دول خلاص كده في بالانس في البريدج عندي. احنا قلنا ان انا وصلت الطرفين اللي عليهم القراءه دول في الدايره، يبقى دول اللي هقراهم، يبقى دول اللي اوصلهم على الافو اهو هنا، يبقى دول الطرفين اللي انا وصلتهم عليهم القراءه. هعمل هنا كده واظبط الفولتميتر على وضعه. هذه تقريبا 4.69 من 100، يعني تقريبا 4.7 كيلو. هي في الحقيقه نفس قيمه المقاومه اللي هنا اللي كنت موصلها اللي 4.7 كيلو. يبقى لو عندي مقاومه مقاومه هنا النون غير معروفه، انا بحط مقاومه متغيره على الطرف الثاني زي ما احنا اتعلمنا، اقعد اغير لغايه ما احصل على زيرو. وقتها اخد قيمه المقاومه المتغيره دي اقراها بره الدايره، يطلع لي نفس قيمه المقاومه اللي هنا. بس خلي بالك لازم ار 1 بتساوي ار 2. هنا انا حاطط دي 1 كيلو 1 كيلو. دي كانت مين؟ قياس مقاومة غير معروفة أو غير معلومة باستخدام الدي سي بريدج. دي أول تجربة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، وشكرا جزيلا.